السلام عليكم. هذه كتسمى السوبا، فيها 4 بار و 7 بار، والاخرى اللي حداها كتسمى البيرجر. هذه البيرجر كدار في الشوفو ديال الضو وفي البالون ديال السولير. هذه واحد السؤال دابا للمعلمين، بغيت نعرف هذه فوقاش كنخدموا السوبا وفوقاش كنخدموا البيرجر، وشنو هو الفرق بيناتهم، مع العلم اني دابا راني كنركبها في البالون ديال الطاقة الشمسية.